القاضي بوجود بناء على اتفاق مسبق وتحضير للجريمة اللي هترتكب في هذا اليوم، لان انتوا حددتوا اليوم وحددتوا الوقت وحددتوا الاداء وخلاص، يبقى النية موجودة. نيجي نتكلم بعد كده جد، فبقى هناك علامة اتفاق، هنتحرك ازاي، اعمل شيء يا حسين، دي هتبقى الجانب الاساسي لخروجك من القعدة عشان انا اقدر اتعامل معاها، وبعدين انت تيجي تقول لما انت دخلت اعمل شاي حسين وبتقول ان انا ما اعرفش، وفوجئت بان الزوج بيتعدى على زوجته، ما منعتوش ليه؟ يعني انت ما منعتوش ان يوصل التعدي عليها ليه؟ بل ساهمت وشاركت وكبلت يديها علشان تمنعها من انها تدافع عن نفسها، وبالتالي كنت ليك دور في ارتكاب الجريمه. نيه اظهار الروح حتى ولو كانت وليده اللحظه، وكده انت اصبحت عندك ده لو افترضنا، انما الاعداد المشترك ما بينك وما بينه، وان تمثيل الجريمه والحاجات الاعداد اللي عملتوها لان انتوا تعملوا الجريمه من قبل احداثها، ده بيؤكد ان نيه صدق الاصرار والترصد بيها عشان تجيبوها والقتل عنك، ده ظرف المشدد في هذه الجريمه. انا طبعا لا اصادر على محكمه حاكم، انا بتكلم في وقائع الدعوه المطروحه امام المحكمه. الجانب الثاني العامل النفسي اللي برضه طرحوه امام المحكمه بانه كان بيقوم بعمليه مجامله، دي اللي انا اول ما درست في القانون امام المحاكم مجامله، يعني انا جامل واحد في ان انا اوصله مشوار، مش هجامله في قتل، اجامله في قتل ودفع لجثه وكمان اروح اول وهله. مش كده المريب قال ايه؟ مش اول حاجه لما اتقال انا في عدم الجو فرع لوز تحدث بتفاصيل الجريمه زي ما حصلت معاه واسرته، لانها اسره محترمه، ولا شرط ان يكون رب الاسره لديه امور معينه، ولكن الاسره محترمه لا ما تسكتش على حاجه زي كده، روح اعمل. وقد يكون ان هم بيقولوا كده من جانب سياسي، ان هم خايفين ان مثلا المتهم الاول ذو سلطه وفي القضاء، فيمكن هو يامن نفسه فتبقى انت اللي شايل الليله، فروح يا ابني قول الكلام ده. وعن طريق زميل المحامي اقتاده الى النيابه بزعم، من البدايه هو دي بزعم، ايه هو الزعم وايه دليلي على كلامي؟ انه لما وداه النيابه وداه عشان يبقى شاهد، لما شهد وهو اللي قال على مكان الجثه وراح وانطلق وعمل كل حاجه، اصبح بقى في تحقيق، صح؟ اثناء التحقيق لازم يكون في محامي، فلما سالوه عن المحامي قال لهم المحامي الاستاذ فلان الفلاني اللي نتحدث عنه، فما كانش موجود، اتصلوا بيه النيابه اللي بيدفعوا بان ما كانش موجود معاه محامي، اتصلوا بيه النيابه ولم تشرح في التحقيق الا بحضوره، فاعتذر ان هو هيكون موجود قبل الساعه 6 مساء ذات اليوم وحضر، ولما حضر وبدا المتهم الثاني في سرد وقائع الجريمه كامله تفصيليه وارشاده عن مكان الجثه بالتفصيل، والنيابه لما انتقلت ثبتت ان الكلام اللي بيقال مطابق للاحداث اللي موجوده في المكان الزمان والحادث وكل الاثار اللي موجوده على شمال جمال الله يرحمها. تمام؟ عمل ايه المحامي؟ انسحب من التحقيقات. اول ما الاعتراف تم انسحب من التحقيقات. ليه؟ لان اللي اقتادوا عليه للنيابه هو نفسه المتهم، هو المتهم. ربنا انطقه. اللي هم رايحين يجعلوه يلبسوا الحق بالباطل، ربنا انطقه. لما انطقه الثاني الحيله بتاعته انسحب. انتهى الموضوع. هذا ما دار امام المحكمه اليوم في هذه الجريدين بس. في مده لا تزيد عن 5 دقائق. حاله للمذكرة الطعن اللي قدموها واللي يمكن كل الصحف تولتها ونشروها بالتفصيل، تمام؟ ولكن محامين الطعن بالنقد لم ينصروا النهارده، يعني اللي كتبوا المذكرة ما كانوش هم اللي هل المحكمة سمحت لكل محامي ياخد وقت في المراجعة؟ المحكمة لم تصادر على أي أحد حتى في أول الجلسة ما اشتغلت لغاية لما جه الرول بتاعنا. أنا ما شفتش المحكمة منعت أي محامي زميل من التراجع أو إبداء رجوعه، علما بأن معظم محاكم النقد بتقول لك اتكلم في نطاق مذكرة الطعن العمالي. بالظبط كده، ما أنا ده اللي بسأله. المحكمة كانت بتسمع وتنصت للجميع صراحة، المحكمة قمة. يعني احنا نتكلم في ايه؟ يعني ما قالتش مثلا حضرتك انت بتخرج عن السياق؟ لا 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 لا, لا خالص. ثابت اول متهم قال الكلمتين اللي قالهم في اقل من دقيقتين. الكلمتين ملخصة هما ما يتعلق بموضوع ان المحكمه لما نطقت الحكم ما قالتش باجماع الاراء وموضوع الحصاد. ده بس اللي بس والباقي حالته للي المذكره. يعني المتهم الثاني هو اللي كان ليه نصيب في المرافعه. المتهم الثاني لم يتحدث الا في المرافعه، ولكنها استغرقت
يعني دقائق معينة لأنها كانت منصبة على أمر ما ألا وهو العبد نفسه صف الإصابة يحاولوا يشيلوا بمعنى أصح يعني كان بيتهيألي المفروض يطلب المحكمة أحسن الاستعمال الرقم رد المحكمة على إن في حد عايز يحضر لا شاهد. أنا عليه على شاهد لا 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 مفيش رد ولا تطلب ولم تطلب مفيش لحد طلب طلب زي ده ولا أي حاجة اختارت الموضوع مفيش حاجة عكس المحكمة منحتهم الفرصة قالوا ما لديهم الحديث حتى الزميل المحامي اللي كان حاضر مع المتهم الثاني اللي هو طالب اسباب فرابة منحوا الحديث وهو ليس له الحق اصلا مهم جدا حضرتك تبرز للراي يعني ابراهيم طنطا ايه سبب منع والده الاعلاميه شيماء جمال من دخول القاعه عشان الناس كلها بتسأل ليه تم منع والدة الإعلامية شيماء جمال؟ هذا أمر غير مقصود به والدة الإعلامية شيماء جمال علي. ولكن هذا النظام المتبع في دار القضاء العالي ما فيش أي أهالي بتدخل المحكمة المحامين والمتقاضين اللي ليهم القضية متهمين أو مدعين معلش تاني يا ريس يعني النهاردة ما كانش فيه الأمر مقصور على والدة الإعلامية شيماء جمال لا 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 خالص بدليل في ناس هي قريبتها كانت داخل تمكنت من الدخول وخرجت مثلا ولكن ده استثنائي كده لأنها دخلت من الباب ده لا يمكن فعلا انا دخلت مع الكشف لغايه القاضي لا دخول غير المتقاضين والمحامين المحامين والمتقاضين لان ده مكان يا جماعه اللي بتحلف فيه النيابه والقضاء وكل النظام موجود برضه عشان ننور الراي العام هل المتهمين حضروا لا لانه شرط اساسي لم تنسوا التامين في داخل القاعه ما شفناهمش ولكن هو شرط اساسي للامر النقدر يكون المتهم منفذ عليه العقوبه وطبعا موجود في الاوراق ان المتهم منفذ عليهم التامين منفذ عليهم العقوبه وده شان المحكمه مش لازم تشوفه ممكن يكونوا موجودين بس اذا موجودين كانوا دخلوا يبقى اذا موجودين بييجوا بامر اورنيك من السجن طالما الاورنيك ده بيتعرض على المحكمه يبقى المتهمين موجودين في المحكمه هل هناك احتمالية لقبول النقد النقد مقبول شكل لا لا في الموضوع احالة الى دائرة اخرى من المتعرف عليه ان بعد التعديل ده بتتصدى بس برضو ليها مفيش احالة دائرة اخرى احنا بين امرين الامر الاولاني هو حبس الدعوة اليوم تمام ان المحكمة تستغرق وقتها في الاوراق اللي حصلت تحدث بالحكم عشان تنطق او امر ثاني وهو من امرين الامر الاولاني انها تاجل لضم مفردات الدعوه تاجل لضم مفردات الدعوه يبقى كده في يبقى كده ثلاث شروط لا هو الاولاني الحكم تاجل الحكم تحجل الحكم تمام الثاني تاجيل لضم المفردات الثالث الرفض او الثالث هو القضاء اصلا قرار بالظبط يبقى ثلاث فروق كده تمام وحضرتك ترى الاحتمال الاوقع اللي ممكن يحصل احتمال الاوقع بيقول والله فاكر عليك محمد هذه القضيه ليست لهذا الامر هي اللي حواليها ده عشان بس المتهم الاول مبني عليها مكانتها الرأي العام برضو عايز يعرف حاجة قانونية مهمة بعد تأييد حكم الإعدام الخطوات اللي هتحصل قبل التنفيذ ويتم التنفيذ في نقطة مهمة أول هام الحكم عندي من شكلين الإعدام وسنة الجانب الثاني والغير معلن عنه واللي ما نقدرش نتكلم فيه لأنه مش موضوعنا ده موضوع الدولة أن هناك تحقيقات بتجري بالفعل حواليه مش عايزين نفسح عنه تمام فيما يتعرض المتهم الأول تمام من غير ما نقولها يعني حضرتك إيه اللي هيحصل بعد تأييد حكم الإعدام؟ خلاص طب عندك ايه بعد الاعدام خلاص التأشيرة من رئيس الجمهورية توضع على الحكم عايزين المفترض 60 يوم خلال الفترة دي إذا كان لدي أي سبب آخر لم يطرح في مراحل المحاكمة ومن شأن تقديم تغيير وجه الرأي في الدعوة الأمور يعني حصل النائب العام من حقه يقدم التماس على الرئيس يقدم التماس
التماس على اذا كان هناك امور تبع يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي اساس. القضايا الاخرى لا توقف التنفيذ لحين الفصل فيها ايوه اللي هي الخاصه بالمقام الاول ترجع لانها ما فيها تحيات ترجع. النهارده لما يكون عندي حكم مثلا بالحبس سنه خلينا في السنه اللي موجوده وعندي حكم اعدام انفذ الاعدام وبعدين استنى السنه ولا انفذ السنه وبعدين اروح انفذ الاعدام؟ بس السنه عدت يا فندم. ما هو احنا بنتكلم عموما التحيات دي هتوصل لقضيه ومحاكمه ولا لا؟ هتوصل لعقوبه بغض النظر. ولكن الاعدام اكبر حكم يعني. حتى لو هو ممكن يكون توقف الاعدام دلوقتي بس المحاكمه تتم. ممكن يكون توقف طالما انا في تحيات هي مش هتبقى حاجه كده. لا ممكن تفيد الدوله تفيد الدوله او واحد من الاطراف في القضيه تحيات في الدوله يعني. جاهلين بالقانون في التنفيذ موقف الحكم كان المطلوب كده تم الحكم من القضاء النيابه العامه وشكل الازهر. هل حد من اهله او يجوز للمحامي المحامي المدني انه يطلب من النيابه العام ويقبل او يرفض؟ هل يجوز لوالد الشهداء حتى ولو طلب؟ لا ما كانش حتى عرفا ولا قانون. المحامي نفسه هو اللي بيقدم طلب انه عايز يحكم. محامي المتهم فقط. في اجراءات للرد في اصحاب الاعدام يعني مثلا وقت معين اعياد الاسلام اول حاجه يعني اتحكم عليه على العيد العدل السجارة تنفذ على العيد. بتكلم في دي معالي المستشار الناس كلها الرأي العام في مصر وفي العالم اكتر تعليق من اول قضية ممكن انت حضرته ده نائب رئيس مجلس دوله داخل الدوله ترد عليهم تقول لهم ايه؟ قال لهم مصر تبع القانون. ايوه لا فيها محامي ولا قاضي ولا رئيس جمهوريه. الدوله الوحيده اللي اتحبس فيها اثنين رؤساء جمهوريه واتحكموا ووزراء داخليه واتحكموا ووزراء عدل استقالوا بناء على احاديث. مصر دوله قانون مفيش حاجه اسمها اصل قاضي. القاضي عليه حكم اعدام واحنا بنتكلم فيه دلوقتي على مين؟ فده رد ابسط رد هو المحاكمه اللي اتجري دلوقتي. ردك عليهم احنا في دوله قانون وتنفذ على الجميع بلا استثناء. ايوه انت شايف هو ده الواقع من اول يوم في القضيه. لا مش من اول يوم في القضيه من كل قضايا الراي العام اللي بتتداول اصل انت شايف بنسمع كتير دلوقتي وزير فلان الفلاني طالما توافرت السؤال الثاني برضه اللي كان الراي العام بيساله دايما ليه دايما المحاكمات بتتاخر في الوقت؟ برضه معاليك مهم جدا ترد عليه. كل قضية بص قضية محمد عادل ما خدتش وقت لانها محاكمة محصورة في جوانب القضية اللي كلها أصلا قرارات المحاكمة وقرارات الدفاع فيها ما خدتش شهر. ليه؟ متهم معترف معترف اعتراف تفصيلي المتهم كان معترف اعتراف تفصيلي ورد بس للجري ومثل أمام المحكمة والقاضي بهاء مرجي طبعا يعني طبعا ليه ولا عليه مصر كلها شافت جنايه المنصوره جنايه المنصوره شايف الواقع بس بغض النظر عن الواقع انا شايف قد يكون لك اي امور اخرى تتعلق بالاجراءات في المحاكمات ولكن القضية خدت وقتها. كمل يا ريس كمل. القضية خدت وقتها واتقلت لمحكمة النقض وخدت حوالي 3-4 شهور سنة. هجوم الناس وقفت ودفاعهم والقضية اتحكمت. أنا عايز أعرف القضية بتاعتنا النهاردة ليه ليها وقت؟ عشان هي في حاجة اسمها الدور على حسب السنة القضائية. أول ما جه دور دخلت مش عشان قاضي يعني أصل ده هيأخر إيه؟ ده هيأخر إيه ولا هيقدم إيه ولا الناس بتتكلم الله يبارك لك. كان
ذلك سبب في تقديم مذكره للسيد رئيس المحكمه واستغلاله وحددوا الجلسه كانت 24 ده الاستعجال. فعل متهم قدم جديد النهارده في القضيه من مشيخه الازهر. مفيش حاجه قدام مشيخه الازهر جايه ليه قبل مهله قطعنا على ما ورد من خطا فقط. يعني مفيش اي جديد. حضرتك هل شايف ان في مفلت من حبل المشروع؟ والله رايي مهما قلت ومهما تناولت ده كرجل قانون تريد ان انت انا كرايي يعني قدام الحق المدني انا كرايي اقول من ناحيه قانونيه بس انا قلت لك رايي قضيه الطبيب الساحر يعني ان شاء الله تاني قبول ورب ان شاء الله يا رب ما فيهاش العشاش ان شاء الله انت طالع على اوراق العشاش انا اتفائل منك يا بس شفت تفاصيل مشاعرك وشفت تفاصيل التوصيل وشفت تفاصيل الاعتراف والايقاف شوف الاعتراف ثم الإقرار. ولا قصد انا يمكن كلامي اتفهم غلط الكلمه صريحه لما قال المدعى المنقوص ولما قالوا في نقطه برضه قالوها جوه موضوع الطب النفسي ما حالتش ما حالتش المتهم الاول للطب النفسي وانا في الحته دي ازيك عملوه عيب ليه مش لدول مش اللي كانوا موجودين امام الكابتن ناصر عيب ليه هل يعقل رئيس مجلس الدوله يعتني بنصه تتكلمني على ربنا يديك الصحه والكلام يا سي العسل بحبك جدا وعدم المسؤوليه الف سلام عليك هو نفسه رفض هو نفسه رفض الثلاثيه ما نورش مصري يعني هو نفسه رفض ازاي تعودوا عليها امام الجميع ان المحكمه خلت بتتفاعل على امام الجميع اذا كان الراجل صاحب الامر نفسه اتجنن ان هم دول عليه مجنون قالت له اتفضل تعالى قول يا انت هو اصلا حتى اتكلم هو ما استلفش استغراق وقت ده كان بيطلب عشان هو ده طلب شرط بس هو بيطلب عشان ياخد وقت طب هو سال قال له انا صحيح وبعدين سعادتك عشان ما فيش دفوع قال لك عنده سكر قال لك عنده سكر معلش قول انا عندي يعني السكر هي خليقتي كل الناس عندها سكر نقطه ثانيه مهمه انا عايز اسلط الغشاش عشان دايما ابدا بيتكلموا فيها الزملاء المحامين المترافعين على هذا الموضوع وريتهم مترافعين على المتهم الاول دول بيتكلموا على المتهم الثاني قصة ان الاعلاميه شيماء جمال الله يرحمها صامت تصوير مقاطع جنسيه وده اللي كان العامل في محاوله قطاع الشرع للتموت خلت خلت اوراق الدعوه سمت فلاشه اللي هي الذاكره الالكترونيه او صور او صور او اي حاجه تتعلق بهذا الشأن ولكن ده كان ضرب من قلوب الدفاع اذا كان اطلقها المتهم الاول فهو اطلقها بلا دليل حتى النيابه لما راحت المكان صدرت الموبايلات الخاصه دي مجني عليها وفحصتها كلها ولم تجد فيها الا تسجيل مكالمات يعني لو بتتصل بالسوبر ماركت مسجلوها ليه؟ لان طبيعه موبايلها هو كده يسجل كل المكالمات زائد طبيعه وظيفتها هي ست اعلاميه وبعد كده اقعد اسمعها بعد شهر تطلع فيها الف في الباقي ده بالاضافه لان اصلا شقتها من اول باب العماره لغايه فوق كاميرات مش كاميرا يعني اصور لا وحضرتك انا عايز اقول لك من يوم جوازها لغايه اخر يوم جميع المكالمات اتفرغت وانا السؤال اللي طلعنا عليها السؤال اللي احنا بنساله بقى اصلا للناس اللي بتتكلم في الزاويه هي لو ست وحشه الله يرحمها كنت حولت العرف الرسمي بالظبط لو هي ست وحشه كنت حولت العرف الرسمي بعد سنه عرفي